كي ونمشيو للقفصه قوافل القفصه بالتحديد. ولاعب ياباني موجود في قوافل القفصه لاول مره في التاريخ نجم نقولوا لاعب ياباني في تونس. حلو. لكن راه مش لاعب لعبه, مواطن عادي في الاخر, لكن نقولوا لاعب بما انه تقمص زي قوافل القفصه. وهاو نعدي وحتى صور الناس تفرج فينا على اليوتيوب والفيسبوك. فهمت هو لاعب ولا مش لاعب؟ ما هوش فسرلك, هو هو بالتحديد السيد هذايا ياباني يسكن في قفصة ويخدم في شركة اسمها شركة يازاكي تاع كابل هذه في قفصة, شركة يابانية يخدم غادي. فالناس اللي يخدموا معاه التوانسة أصروا انه باش يمشي تستي في قوافل القفصه, يقولوا انه عنده موهبه في كره القدم والكل. تم اقناع اداره قوافل القفصه باش يعمل تيست, جربوه مشى باش يعمل تيست وجربوه في مباراه ضد مستقبل جابس اللي خسرتها القوافل 4-1 في مباراه وديه. جربوه, لا وديه وديه جربوه جربوه, ولكن للاسف طلع مواطن عادي جدا, مواطن عادي جدا كورجي به نتاع حومه طلع مواطن عادي. الشيء اللي خلى اداره قوافل القفصه تصرف النظر على انتدابه, وبالتالي نفهمهم يدار قوافل في القفصة ما تعدم الحق ماني. عمري ما تستيت في الكرة والله. تعرف نجم نقول جوست كلمة صغيرة, قديش يسهل حاجة بها للانكلوزيون, معناتها أنه حد يجي من بلاد أخرى وكل شيء أنه يدخل مع المجموعة ويدخل مع الناس على كل. هو عمل التيست نتاعه وشهوة نقول وإحنا عملها في الأخر ما نجحش في التيست, رجع يخدم في المؤسسة نتاعه وربي عينه, ونتمنى أنه ما عادش يمس كرة قدم في حياته. ربي عينه ربي عينه. يا ما وراني في الصفحة نتاع قوافل في القفصة غول الخليق حاجة عالمية بصراحة, فيديوهات ياسر يضحكوا أمور مونتاج. عمري ما تستيت كرة وماذا بيا تستي نهار نشوف كيف كانت هذه. هاني جيت هاني مشيت هاني مشيت. العشرة و46 دقيقة نذكركم اللي كونوا بعد الحداش باش نعملوا الكومبا حقا شكون باش يربح. هاني بالنسبة لك انت رباب ولا رفع؟ الموضوع هو الأصحاب اللي ما راوش بالعشرة الموضوع باش يعملوا لنا ريل يدوم دقيقة من زمان يخاطبوا فيه الجماهير ونشوفوا أنا أكثر ريل يتبارتاج. أعطيني أنا نتصور بتاع رباب باش تبارتاج. برافو عليك والله والله لا تربي والله لا تربي هو اللي ما يروحش بالعشرة. تعرف باش نبدا الصحبة راهي هاني هاني باش نحكي لكم هاني باش نحكي لكم على الصحف وهاك باش تخسر. ان شاء الله ان شاء الله اخويا ربي يطيح بينا كان الناس البهين, وان شاء الله يا ربي يطيح بينا كان الاصحاب البهين. باش نمشيو